جمعية الصداقة العمانية البريطانية احتفت في حفلها السنوي بلندن بما حققته من إنجازات على مستوى العمل المشترك والاستثمارات المتبادلة بين البلدين على مدار العام الماضي. العلاقات العمانية البريطانية من العلاقات المميزة بين أي طرفين، وتظل هذه العلاقة علاقة أصيلة وعلاقة مبنية على التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية. تأتي احتفالات الجمعية اليوم تأطيرا لهذه العلاقات وأيضا تجسيدا لعمق الروابط بين البلدين. نتمنى النجاح للجمعية ونتمنى المزيد من التقدم لهذه الجمعية. ريتشارد ستانفورد رئيس جمعية الصداقة العمانية البريطانية من جانبه استعرض في كلمته خلال الحفل إنجازات الجمعية وتطلعها لتطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل. هذا يوم عظيم حيث نحتفل باللقاء السنوي للجمعية العمانية البريطانية. هنا يحتفل الجميع بالعلاقات التاريخية بين البلدين ونستعرض ما أنجزناه على مدار 12 شهرا الماضية، لنعكس ما حدث بين الجانبين ونتطلع أيضا لمد جسور التعاون بين مسقط ولندن خلال الفترة القادمة. وسط أجواء دافئة جلس العمانيون والبريطانيون جنبا إلى جنب في مشهد عكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين. ما في شك أنه هناك علاقات عميقة وتاريخية بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، واحتفالية الجمعية هذا اليوم جاءت أيضا لتجسيد هذه العلاقات المميزة ولتعزيز تطوير التعاون. هذا هو اللقاء السنوي للجمعية العمانية البريطانية، ونود هنا تثمين وتعظيم فرص الاستثمار في عمان لاطلاع البريطانيين عليها، كما كان لدينا مؤتمرا اقتصاديا ناجحا جدا في يوليو الماضي. متانة العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة عكسها اللقاء السنوي لجمعية الصداقة العمانية البريطانية احتفالا بعام مضى من العمل المشترك واستبشارا بعام قادم يحمل الخير للجميع. محسن حسني، تلفزيون سلطنة عمان، لندن.